أورد الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وقد أورد هذا الحديث نقلاً عن صحيح الإمام مسلم الإمام العارف بالله أبو يعقوب يوسف بن الزيات التادلي في التشوف إلى رجال التصوف في مقدمة هذا الكتاب. ولم يكن طرحه لهذا الحديث صلى الله على قائله وسلم إلى يوم القيامة لم يكن عبثاً، بل كان الإمام ابن الزيات الذي يعد من أوائل الذين ترجموا لأولياء المغرب وصالحيه وعارفيه مؤذنا بسر عجيب ذكره في زمانه، لأن ابن الزيات توفي في بدايات القرن السابع الهجري. ذكره الإمام الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي المرسي الأندلسي قدس الله سره في الفتوحات المكية وفي غيرها، لأنه أخبر أن المغرب في عرف العارفين معناه الصدقة السرية، والصدقة السرية أمر باطن. وعرف الشرق أنه مقام الحج، ومقام الحج أمر ظاهر، فبين الظاهر والباطن فروق عديدة. لذلك كان المغرب مملكة للأولياء، مملكة للأسرار، لأن الأولياء هم أرباب الأسرار والعلوم الباطنة، والعلماء علماء الظاهر، علماء الأمور الظاهرة. فأهل المغرب أهل سر، لذلك كان بناء دولتهم في أساسها بيد من كان خليفة في الظاهر والباطن، وهو المولى إدريس الأكبر رضي الله عنه، ومن بعده ابنه المولى إدريس الأزهر، وكلاهما ورث خلافة الظاهر والباطن التي لم يرثها ملك في الإسلام قط من جدهما الإمام الأعظم أمير المؤمنين ظاهرا وباطنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه. فكانت هذه الخلافة امتدادا من المولى إدريس آدم الأولياء خليفة الأولياء الملك الولي، وصولا إلى القطب الكامل مولانا علي الشريف العلوي رضي الله تعالى عن جميعهم، مؤذنا بهذه الخلافة التي تمتد في الظاهر من خلال أمراء المؤمنين الخلفاء الملوك إلى الباطن من خلال الأولياء قدس الله أسرارهم ورضي عنهم. وحقيقة الخلافة الظاهرة والباطنة
عند المغاربة الذين أسس دولتهم أئمة الأشراف كما ذكرت، وإمامهم هنا هو المولى إدريس الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل 12 قرنا يظهر فيها هذا المعنى الخفي لمملكة الأولياء. المولى إدريس كان وليا خليفة، وهو شيء كما قلت لم يسبق لغيره، ثم كان ابنه كذلك. مولانا إدريس ابن عبد الله الكامل، والذي قال فيه سيدي محمد ابن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس، قال في شأن هذا الولي الكامل: إنه آدم الأولياء، كما قال شيخنا أبو الفيض محمد ابن عبد الكبير الكتاني رضي الله عنه وقدس الله سره في صلاة القاسم في حق رسول الله وآدم آدم. آدم آدم، ولذلك قال ابن الفارض: وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي. ولذلك قال ابن المعطي العمراني في شرح صلاة القاسم، قال: ورد أن آدم عليه السلام التقى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يعرفه إلا من يؤمن به، التقى به فناداه أو فدعاه بقوله: يا ولد حسي ووالد معناي، يا ولد حسي ووالد معناي. فالنبي صلى الله عليه وسلم آدم آدم، وسيدنا المولانا إدريس ابن عبد الله الكامل مولى أو آدم الأولياء. ثم توالت الأحداث وصولا إلى المولى علي الشريف القطب الكامل، جد كل الملوك العلويين الشرفاء. وفي الملوك العلويين الشرفاء خصوصا تظهر هذه الخاصية العظمى، فإن الدولة العلوية الشريفة عد كثير من أئمتها الكبار ومن ملوكها العظام صوفية عارفين، بل وعد علماء محققين. نذكر من بينهم الإمام الملك أمير المؤمنين الحافظ المحدث مولانا محمد بن عبد الله العلوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي عد في طبقات كبار المحدثين المغاربة. إن الحديث عن السلطان الصالح الملكي المحدث سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى هو حديث طويل وذو شجون، ولا شك أنه لم يسبق في تاريخ الإسلام أن ملكا جمع بين الحديث وبين الملك والسلطان إلا ما كان من الخلفاء الراشدين والخليفة عمر بن عبد العزيز، وقد أحيا سنة الخلفاء الراشدين الخمسة سيدي محمد عبد الله، حيث كان ملكا ومحدثا في نفس الآن. فالرجل زيادة على سياسته في الملك والرعاية وما إلى ذلك، كان من كبار علماء الحديث، وكان شغوفا بالعلم وأهله، بل هو أول من أدخل مسند الإمام أحمد إلى المغرب، ثم شارك العلماء في التأليف، وله مؤلفات في الحديث منها المسانيد الستة وجامع المسانيد، جمع الأحاديث جمع المسانيد في كتاب واحد، وله كتاب الفتوحات الإلهية وغيرها من الكتب.
ولا ننسى هنا الأئمة الكبار، مولانا سليمان العلوي، وهو يعد من طبقات أعلام العلماء المالكية، ترجم له في طبقاتهم الشيخ محمد بن مخلوف المنستيري التونسي الشهير في كتابه شجرة النور الزكية في طبقات علماء المالكية، وهو صاحب كتاب عناية أولي المجد الذي يتكلم فيه عن عائلة الفاسي الفهري، ويتكلم عن كبار أوليائها وعلمائها وصلحائها والمحققين منهم خصوصا. وهو السلطان الذي استقبل الإمام العارف بالله المجدد مولانا أحمد التيجاني الحسني، و اشترى له داراً هي دار المراية بفاس، وأسكنه فيها، وأجرى عليه أموالاً إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان مولانا أحمد التيجاني الحسني المغربي أصلاً واحداً من الذين أرسوا قواعد الدين وقواعد التصوف، وبلغوا بالإسلام إلى باطن إفريقيا وإلى غياهبها وإلى كل الشعوب التي كانت تتوق لهذا الدين الحنيف المسالم، فوصل إليهم غضا طريا عن طريق أتباع مولانا أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعد من طبقات أعلام المالكية كذلك السلطان الفقيه الحافظ المشارك الإمام مولانا عبد الحفيظ العلوي، وإليه يرجع الفضل في خروج كثير من الكتب العلمية وكتب التصوف إلى الوجود، كما أن المولى عبد الرحمن بن هشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كثيرا ما يزور الإمام مولانا عبد القادر العلمي سيدي قدور العلمي دفين مكناس، وهو واحد من أكبر تلاميذ الإمام العارف الشهير مولانا علي الجمل العمراني الحسني الفاسي، تماما كما هو الحال بالنسبة لمولانا أبي حامد العربي الدرقاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خلط عجيب بين الولاية والخلافة، بين العلم والخلافة، بين المعرفة والخلافة. في تاريخ المغرب خلال القرون الوسطى إلى الفترة المعاصرة نجد عددا من السلاطين والملوك علماء وصلحاء في نفس الوقت أيضا. نذكر على سبيل المثال السلطان العالم المولى سليمان، والسلطان سيدي محمد بن عبد الله، وكذلك السلطان المولى الحسن الأول، الذي كما يذكر السلماني كان أشبه بالشيوخ منه بالملوك، نظراً لفضله وتواضعه وفرط محبته في الذات النبوية الشريفة، وكذلك محبته في مجالس العلم ومجالس الصالحين ومجالس الذكر. وقد أفرد أحد علماء القرن التاسع عشر وهو أحمد بن محمد المرداسي كتاباً خصصه فقط لمنقبة واحدة من مناقب هذا السلطان العظيم، وهي فرط محبته في الذات النبوية الشريفة وفي الجناب النبوي الشريف، وتعظيم قدره وسنته، وتعظيم حقيقته النورانية الأحمدية، ثم كذلك عنايته بالاحتفال بيوم مولده الشريف، وقال إنه لم يكن يترك الاحتفال والفرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر كيفما كانت أحواله وحيثما حل موكبه السلطاني،
في فاس ومكناس ومراكش. هذا المزج يظهر جليا في كون المغاربة ارتضوا مذهب الإمام مالك المدني، لأنه من المدينة المنورة مذهبا لعلاقتهم بمولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلاقته به، وكذلك اختيارهم لقراءة الإمام مولانا نافع المدني من طريق الإمام ورش عن نافع. وهذه القراءة اختارها المغاربة لكون الإمام نافع من المدينة المنورة، وهو تعلق عجيب في القراءة والمذهب، بل وحتى في العقيدة الأشعرية التي هي عقيدة الصحابة، والصحابة عاشوا بالمدينة المنورة. أولياء المغرب هم الذين جمع الله بهم قلوب كثير من الأمم والشعوب على الإسلام. فالإمام مولانا أبو الحسن الشاذلي ربط الله تعالى به أفئدة الناس على الدين من جنوب شرق آسيا إلى الهند إلى سريلانكا إلى شبه الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، بل إلى تركيا وأذربيجان والبلاد الإسلامية بروسيا كداغستان وكالشيشان. وصل الأمر كذلك إلى أوروبا والبلاد الإسلامية بها كألبانيا وكالبوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرها، بل إن كثيرا من المستشرقين والباحثين والعلماء الغربيين إنما دخلوا إلى الإسلام عن طريق تصوف أهل المغرب، التصوف الجامع بين حقيقة الأولياء وشريعة الفقهاء، الجامع بين الحقيقة والشريعة والطريقة. هذا الجمع الغريب تكتنفه مملكة الأولياء بامتياز، مملكة علوم الظاهر والباطن، مملكة الحقائق الظاهرة والباطنة عند هؤلاء الرجال. مولانا عبد السلام بن مشيش رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي بث الطريق عن طريق تلميذه الشاذلي في كل أرجاء الأرض. الإمام مولانا أحمد البدوي الفاسي المغربي هو الذي انتشرت به حقائق أهل الله من طنطا بمصر. الإمام مولانا عبد الرحيم القنائي المغربي الترغي هو الذي بث كثيرا من العلوم في أهل مصر وأهل الشرق جميعا انطلاقا من مصر العليا بالصعيد. الإمام مولانا أبو العباس المرسي الأندلسي المغربي هو الذي خلف الإمام الشاذلي في طريقته وبث علومه إلى الناس. ولا أدل على ذلك من وجود هؤلاء الأقطاب الذين نزحوا من المغرب إلى مصر كسيدي أبي الحسن الشاذلي وسيدي أبي العباس المرسي وسيدي عبد الرحيم القنائي وسيدي أحمد البدوي وغيرهم، نزحوا من بلادهم من المغرب إلى مصر، وسلفهم في ذلك أهل البيت الكرام عليهم سلام الله، فقد اختاروا مصر منزلا أو نزلا لهم، وهذا شرف حازته مصر. مصر التي استقبلت أهل البيت الكرام استقبالا حافلا،
هي مصر التي استقبلت أولئك الأقطاب الأفذاذ، وقد اختاروا مصر سكنا لهم حتى قضوا ودفنوا في أرضها، وعرفت أضرحتهم ومقاماتهم فيها، واهتم أهل مصر وخصوصا أهل صعيد مصر وأهل الإسكندرية وأهل القاهرة، اهتموا بهؤلاء الأقطاب، ولا يزالون يجددون العهد بهم من خلال زيارتهم ومن خلال زيارة قبورهم أو أضرحتهم. أسرد حديث الصالحين وسمهم، فبذكرهم تتنزل الرحمات، واذكر مآثرهم تنل بركاتهم، وقبورهم زرها إذا ما ماتوا. المغرب بلد الولاية وبلد ملوك الأولياء. ملوك المغرب ابتدأوا بالأولياء، كما قلنا من المولى إدريس، وصولا إلى كثير من الذين أحبوا الأشراف والأولياء، كالسلطان المريني أبي عنان الذي كان يحب الأشراف حبا لا يتصور، ويحب الأولياء كذلك، حتى إنه بنى كما يقال أكبر زاوية في الدنيا للصوفية بمدينة فاس، وصولا إلى أعلام العلماء والأولياء من أساطين علماء وملوك وخلفاء الدولة العلوية الشريفة. وقد خصصنا بالذكر منهم كثيرا من العارفين والأولياء من أمثال مولانا محمد بن عبد الله، وصولا إلى مولانا الحسن الثاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، والذي كان في دروسه الحسنية يشارك أكابر علماء الأمة والمذهب المالكي في أفكارهم وآرائهم، وناهيك ما حدث له مع كثير منهم، وخاصة مع العالم المالكي الكبير التونسي سيدي ابن عاشور. بلد المغرب بلد الولاية وبلد الصلاح، بلد الجمع بين مملكة الظاهر والباطن، بين الحقيقة الباطنة والشريعة الظاهرة، بلد تغرب فيه شمس الولاية ولن تشرق إلا منه، بلد السر في المعرفة بالله، بلد الكتمان، بلد الختمية في الظاهر والباطن. في جوابه عن السؤال الذي طرحه الحكيم الترمذي في ختم الأولياء، وهو السؤال 36 بعد 100، أجاب الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه عن هذا السؤال المطروح، وهو: أين باب الاسم الخفي؟ فكان جوابه: المغرب، لأنه أرض الأسرار والكتم، أو لأنه محل الأسرار والكتم. وهذا الجواب يدل على أن المغرب إن ظهر فيه هذا الاسم الخفي فإن أسراره لن تتفشى ولن يقوم به فساد، وبالعكس إن ظهر في الشرق فإنه يعم به الفساد في الأرض، على رأي الشيخ الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمغرب كذلك عنده يدل على الخروج من الدنيا، وهي الحقيقة الباقية لا متناهية، والشرق لأنه محل الشروق يدل على الخروج إلى الدنيا، وهي دار فناء وعدم بقاء. فكان السر في المغرب أبقى وأشرف وأعظم. لذلك فالمغرب بهذه الأسرار الحقانية هو مملكة الأولياء بلا منازع،
موطن الأولياء ومملكتهم، ولا مملكة في الحقيقة إلا للأولياء، ولا تقوم مملكة الأولياء إلا بمملكة الولاية الظاهرة، ولا بد أن يجتمع في هذا ظاهر وباطن، ظاهر بمملكة الأولياء في إمارة المؤمنين، باطن في حقيقة الأولياء من خلال السر المكتوم في أرض المغرب.